لمحنا أثر الخيال بعيد، وأعتقد أنه هذا شجر الطرح اللي مخططين يكون أول محطاتنا لاستكشاف طريق الحج القديم. شجر الصبر أو شجر الصحراء، هذه أسماء شجرة الطلح اللي تتواجد بالصحاري. بس شجرة الطلح بالعراق تختلف عن باقي الشجر بالعالم، وتعتبر موروث تاريخي عاش ويا الإنسان البدوي بكل مراحل حياته: صمغ، تجميل، علاج، تبريد، مضاد للسموم وعلاج للجروح. كل هذه هي فوائد شجرة الطلح المهملة اللي تعيش بقلب الصحراء العراقية. بعد أنه فقدت الأمل أنه نلقى شجر الطلح رب العالمين، ما أعرف شلون دزلنا أنه شفنا شجر من بعيد، قلت لهم يمكن هي هذه أشجار الطلح اللي إحنا حاليا ندور عليها. الأشجار هي عبارة عن 3 مجاميع مثل ما افتهمت من ساكني هذه المنطقة. هذه المجموعة الأولى اللي أنا بيها، واللي قدام شوية مجموعة ثانية، والمجموعة الثالثة. بس أشجار الطلح هي أشجار موجودة فقط في هذه المنطقة بس بالعراق، يعني حتى بالصحاري الباقية اللي موجودة بالدول العربية ما موجودة هذه الشجرة المهددة بالانقراض بأعدادها القليلة. احنا حاليا بوسط صيدلية الصحراء، هذه الشجرة تعتبر صيدلية الصحراء لما تحوي من مواد استطبابية كثيرة، البذور مالتها، الورق، ما أعرف، يعني تفيد بالحالات العصبية بالإضافة إلى الأمراض المعوية والباطنية إلى آخره من هذه الشغلات. الأشواك اللي تحدها تخليها تكون شجرة قاسية، بالإضافة إلى وجود مجموعة من الأعشاش لطيور نادرة موجودة بهذه المنطقة، وهذا المكان يخلي توازن بيئي بالنسبة للحيوانات والنباتات. فتهديد الانقراض لهذه النباتات ممكن يهدد الانقراض لحيوانات أخرى. المنطقة أيضا تحتوي على كنوز، مثلا الحجر اللي أنا جواي هسه موجود هو عبارة عن حجر أبيض بالإضافة إلى الحجر الأسود. فلما تمد عينك بالصحراء تباوع مرة أنه تكون الصحراء بيضة، مرة تكون الصحراء سودة بسبب وجود الحجر. هذا الحجر هو اللي يخلي لون الصحراء يتلون. أنا راح أكمل استكشافنا المنطقة طريق الحج البري القديم، وننتقل إلى الخانات واحد وراء الثاني إلى أنه نحاول أنه نغطي أكثر الخانات اللي موجودة. فتعالوا وياي مستمرين بحلقتنا برنامج المستكشف بعد الفاصل.